لكن كمان كان في على مدى الايام اللي فاتت، وعشان كده كنت بقول لحضراتكم فكره ان الواحد قفل التويتر يعني عشان ما اشوفش الكلام الزياده ده، ان الموضوع تصاعد بعد التصريح المباشر الاعلان المصري من خلال وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، لما تلقى الجواب اللي من اثيوبيا من وزير الري الاثيوبي بيقول احنا بدانا عمليه الملء للخزان في المرحله الثانيه، ومصر ردت من خلال وزير الخارجيه برضو على الجواب الاثيوبي. بالمناسبه ده حصل برضو مع السودان، وبرضو كان في رفض، زي ما وزير الري اعلن رفض مصر القاطع الكامل للملء الثاني للخزان، برضو السودان عملت نفس الحكايه وكان عندها نفس الرد. فكره رفض الاجراء اللي من طرف واحد اللي هو ما بيسموه الاجراء الاحادي ده، فكره رفض الاجراء اللي من طرف واحد بس، في ده المشروع اللي هو مشروع القرار العربي بخصوص السد الاثيوبي. مشروع القرار العربي اللي هو الاستمرار في التفاوض لمده 6 شهور، يعني في اطار زمني للتفاوض، انه دفع او تشجيع المراقبين اللي شاركوا في المفاوضات قبل كده انهم يشاركوا بشكل اكثر فعاليه في التفاوض، انه كل واحد يوقف اصدار، كل الاطراف تتوقف عن اصدار اي بيانات واتخاذ اي اجراءات من طرف واحد، انه اثيوبيا تقوم بايقاف الملء الثاني لغايه ما يتم التوصل لاتفاق، وانه تقديم تقرير، انا اسف، عن التقدم اللي تم احرازه في المفاوضات. ممكن اتكلم في الموضوع ده مع الدكتور مصطفى الفقي، بس احنا ممكن يكون البند الثالث اللي هو التوقف عن اصدار البيانات واتخاذ اي اجراءات من طرف واحد هو البند الجوهري او الاساسي. هل من الممكن انه مجلس الامن يطلع صيغه قرار بيطلب فيه ايقاف الخطوات دي؟ ده اللي احنا هنشوفه بيحصل يوم الخميس. لكن كان من اللافت برضو انه حصل نوع من الاحتكاك، ما اعرفش يسموه ايه في الدبلوماسيه يعني، او اذا جاز التعبير التحرش الاثيوبي بجامعه الدول العربيه للموقف الداعم للطلب السوداني والطلب المصري. السفير حسام زكي الامين